استغفر الله العظيم. خير اللهم اجعله خير يا رب، خير اللهم اجعله خير. صباح الخير يا نولا. ايه ناموسيتك كحل النهارده ليه؟ صباح النور يا حبيبي، خير اللهم اجعله خير. ايه في ايه؟ حلم، حلم مزعج قوي. حلم؟ انت لسه بتعتقد في الاحلام يا لولا؟ ايوه يا حبيبي، بيقولوا الاحلام ليها دلالات. دلالات شفافيه تنبثق من المعايشه. انا عرفت من الكلام ده. وبعدين حلم ايه اللي حلمتيه ده ان شاء الله؟ انت. انا؟ ايه خير؟ موت؟ لا يا حبيبي، حلمت ان انت لما زعلت زوبة امبارح حرنت ومش جاية النهاردة. يا ست عنها مريح، نستريح منها يوم. مش مسألة يوم يا فوزي، الحلم بعد كده استمر فظيع فظيع. يبقى الظاهر حلمت ان انا كسرت رقبتها. لا، اول يوم استنيتها ما جاتش، تاني يوم برضو ما جاتش استنيتها، تالت يوم شرحه، بعد كده بعتلها مرسال جه يقول لنا زوبا خلاص مش عايز تشتغل عندكم، زوبا مش جاية تاني يا فوزي. عنها ما رجعت زوبا واللي جاي. إلهي أشوف يوم في زوبا واللي خلف زوبا. فوزي، أنت عايز تسمم جسم على الصبح ولا إيه؟ أنت عارف كويس قوي عواقب خروج الشغالات. حبيبتي أنا ألف مرة قلت لك مش عاجبك اقعدي في البيت، مش عاجبك اقعدي في البيت. مش عجبك اقعدي في البيت، مش عجبك اقعدي في البيت. انت مفيش على لسانك الا الكلمه دي يا فوزي. هو انت فاهم ان انا لو قعدت في البيت هنضف البيت زي ما زوبا بتنضفه، ولا فاهم ان انا هعمل لك المحمر والمشمر والحلويات زي ما هي بتعملهم؟ يا لولا يا مراتي انا مستعد اكل من ايدك ان شاء الله سندوتشات هوا هوا قطعه كل الشغالات اللي في الدنيا وعلى راسهم زوبا. زوبا تعتبر معقوله بالنسبه لعصر ندرت فيه الشغالات، ثم المعروض منها لا يتناسب مع المطلوب. انا ليه ما عملتش الدراسات في الموضوع ده؟ وليه ما فيش اكاديميه لتخريج جيل من الشغالات يتميز بمواصفات جيده؟ والله فكره جريئه. انا ليه ما بعتش رساله للساده المسؤولين؟ حاجه تنقط الواحد يقوم من النوم يلاقي مراته تخطب له على الصبح. والله فكره وجيهه يا حضره المحاميه. ايوه فكره جريئه. ايوه فكره جريئه. فكرة جد. هي الجرافات منديل فين؟ بدور عليهم بقالي ساعة. مش عارف. مش عارفة ازاي؟ مش هي اللي خدت الحاجات من المغسلة؟ لما تيجي بسألها. وانا هستنى لما تيجي زوبة. ده كل حاجة ما بقتش بترحب شباب زوبة. شفت بقى رأيي ان هو سليم؟ لو كان في اكاديمية لتخريج الشغالات ما كنتش انت تبقى في الموقف اللي انت فيه دلوقتي. موقف ايه؟ موقف ايه؟ اوقف ايه؟ ده انا يا اخي شفتي حطاهم فين؟ شفتي حطاهم فين حته؟ يكون في علمك يا فوزي، لو حلم اتحقق لا سمح الله هترجع مش هتلاقي غدا. ليه لا مؤاخذه؟ يعني اعمل لنا اي حاجه من ايدك الحلوه دي. انا مش عايزه كتر كلام، انا عندي النهارده 10 تحقيقات. 10 تحقيقات؟ يعني ايه 10 تحقيقات؟ يعني إيه؟ مش هناكل اي حاجه يعني؟ ايه رايك وانت جاي في السكه ابقى هات حاجه جاهزه عشان الغدا. انا مش فاضي، انا ورايا 100 حاجه يعلم الله. اعملي اي حاجه بعد ما تيجي هاكلها. ما اقدرش، انا نسيت كل حاجه، زوبا كانت شايلاني شيل. اسمع، ما تيجي انت بدري وتعمل لنا حاجه، ولا هو انت على راسك ريشه؟ انا هاجي اطبخ. هزولت 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 عشان بتساعد مراتك؟ مش عايز يمد ايده في اي حاجه في البيت؟ كوبايه الميه مش عايز يجيبها لنفسه؟ وبيستكتر عليا حته شغاله تساعدني. اهلا وسهلا يا سعاده بيه. قلت لي لسه ايه بالظبط؟ خدامك اطلع اطلع. ارجوك لما تاخد اول اجازه تبقى سأل ابوك في البلد ليه سماك هتلر. حاضر يا سعاده البيئه. قول لي يا هتلر، انت متجوز؟ الحمد لله. ايوه الحمد لله. متجوز ولا مش متجوز؟ انا بسالك سؤال محدد،
متجوز ولا مش متجوز؟ الحمد لله يا فندم متجوز. قول لي عندك عيال يا هتلر؟ الحمد لله. الحمد لله عندك ولا الحمد لله ما عندكش وجع الدماغ ده؟ يا ايه ده؟ لو سمحت جاوبني من غير اللي بتعملها دي. عندي أربعة فضل خير. أربعة؟ يعني أربعة وأنت ومراتك يبقوا ستة. الحمد لله يا بابي. ومراتك بتخدمهم كلهم لوحديها. ايه ده ايه اللي بتقوله ده؟ رد على قد السؤال، مراتك بتخدمكم كلكم من غير ما تجيب شغاله؟ ورد بتشتغل لوحديها ولا عندها شغاله؟ ايه السؤال العبيط ده يا بيه؟ عبيط؟ ولد احترم لك، ازاي تجرؤ تكلمني كده؟ لا مؤاخذه صحتي بيه، لا مؤاخذه ما تزعلش مني، هات العتب على مخي بيه، مخي قد كده، السؤال كبير على مخي. عموما لما نروح البيت حابب اسالها. تسال مين؟ مرتي. اذا كانت تقدر تدي يوم للست بتاعتك في الاسبوع ولا لا؟ اصل مراتي شغاله في خمس بيوت وبتريح يومين عشان تقضي مصالحنا. عموما اتعدي بيه هخليها تتصرف في يوم علشان الست بتاعتك. متشكر قوي يا هتلر، اتفضل انت. تحت امرك يا فندم. واوعى تسيب الباب يا هتلر. هتلر خدامك يا سعادة البيه. هتلر. لو هتلر بتاع زمان عرف انه هيتهزق بالشكل ده، والله كان مات من الغيظ. مات ما هو انتحر. يكونش هتلر بتاعنا هو سبب انتحار هتلر بتاعهم. والله جايز، مش بعيد. يا ماما فين السندوتشات؟ العربية قربت تيجي. أيوة يا عبير، أيوة أيوة. أنا باجي أهو يا حبيبتي. أيوة يا حبيبتي. كل ده يا ماما عشان تعملي سندوتشين. اصبري بس يا حالا، العيش مش عايز يتفتح. دي زوبة كانت بتفتحه زي الدم إلا آخرها النهاردة. مش عارفة. اسمعي يا حبيبتي، إيه رأيك تاخدي العيش كده وتاخدي معاه البيض وأنت بتحطيه؟ أكلهم إزاي كده؟ أنا عجايب. العربية جنب، مش عايزة سندوتشات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب يا زوبة، لما بس أشوف وشك. أكيد زوبة. امسكي اعصابك يا ليلى، اوعي تشخطي فيها، دي مش موظفه بتشتغل عندك، انت اللي بتشتغلي عندها. زباله ستهانم؟ ها؟ زباله؟ ايوه في زباله بس زوبه مفيش. يعني امشي يعني؟ لا ممكن لو تسمح وانت نازل فوت عليا تاني. يا حبيبتي يا زوبه، كنت بتعملي كل ده في البيت وانا مش حاسه بيكي؟ الو، ايوه يا لولا، ما جاتش لحد دلوقتي؟ هو مفيش حل غير اتنين، يا تنزلي شغلك يا تقعدي انت تعملي لنا الاكل. ما اقدرش، بقول لك ما اقدرش، وعادي مش هينفع بحاجه. دي عبير نزل من غير ما اعمل لها سندوتشات، العيش مش عايز يتفتح. يا حبيبتي كان لازم تخرجي العيش من الثلاجه قبلها بفتره. لان ايه؟ شلت الزباله بنفسك يا اختي؟ مش قوي كده، بطل الدلع ده. بطل ده. هتلر؟ هتلر مين؟ لا مش هتلر بتاع موسوليني، هتلر اللي انت ابوك اسمه ايه؟ نابليون. نابليون ده انتوا من عيلة عريقة، عيلة كلها قواد. هتلر اللي بيشتغل عندي في المكتب هو ومراته وعندهم اربع عيال وبتشتغل في خمس بيوت وما عندهمش شغالة. يا فوزي يا حبيبي، انت جرالك حاجه؟ يا حبيبتي ما احنا هنخلي مرات هتلر تديكي يوم في الاسبوع. غياب زوبه اثر عليك زي ما اثر عليا ومخليني مش عارفه اتلم على اعصابي.
يا حبيبتي انا بتكلم جد، مرات هتلر هتديك يوم في الاسبوع توضب لك الشقه وتطبخ لك طبيخ الاسبوع وتعمل لك كل حاجه، وبعدين باين عليها صحتها عافيه. يا حبيبي يا فوزي، ها ومرات هتلر دي اسمها ايه؟ اسمها ايه مراتك يا هتلر؟ اسمها تفيدة، احيانا بننادي عليها نقول لها ام حنس، ولما بتكون غزلتي رايقه شويه ادلعها واقول لها تفتف. اسمها تفيدة وبينادولها ام حنس وجوزها يدلعها يقول لها يا تفتف. يا لهوي ده عقله شت خالص. فوزي يا حبيبي الزوبة جت خلاص، اطمن. اه مع السلامة. حلمي اتحقق، فقدت جوزي وشغلت في يوم واحد. لو سمحت اديني الثلاث وجبات، ولا اقول لك خليهم اربعة لان احتمال يكون زوبة جت. اربع وجبات؟ ولا اقول لك ما هي لو زوبة جت يبقى مش هنحتاج وجبات خالص. الغي البول لان زوبة بتطبخ كويس. ولا اقول لك ما هي لو جت هتكون جت متاخره، ففي الحاله دي مش هنلاقي ولا حاجه ناكلها. اديني اربع وجبات. حاضر. اربع وجبات ايه؟ هاكل الخدامه. معقوله انا اجيب اكل للخدامه؟ يا اخي تاكل سم يا استاذ. ارس على بر ثلاثه ولا اربعه ولا مش عايز؟ انت ايه راي سيادتك؟ رايي انا. انتوا مش عندكم هنا ممكن توصيل الطلبات للمنازل؟ ايوه. اديني كارت لو سمحت في التليفون، لو رحت ما لقيتش اكل اكلم حضرتك تجيب لي الوجبات. اتفضل. شكرا يا فندم واعذرني، انا اسف حقيقي اسف لاني مش ذنبي، الذنب ذنب زوبة. السلام عليكم. ايوه يا ناس طلباتي. سلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا ماما؟ الحمد لله. ايه زوبة ما جاتش تفتحلي ليه يا ماما؟ لا يا حبيبتي زوبة خلاص مشيت. احسن دي تيشو دمها غلس. اوعي تقولي الكلام ده وتعملي زي باباكي. قال الكلام ده في الاول وبعدين ندم عليه ومخه شط. مخه شط؟ يعني ايه يا ماما؟ يعني يا حبيبتي السلوك ضربت في بعضها. خلى نابليون يخلف هتلر، وخلى هتلر يتجوز تفيدة الشغالة، وتفيدة جابت اربع عيال. السلام عليكم. اهلا. ازيك يا حبيبي يا حبيبتي؟ اهلا يا بابا. اهلا اهلا. عسل. ازيك دلوقتي يا حبيبي؟ ايه اللي ازيك دلوقتي؟ وانا كنت قلت لك انا تعبان. في اكل ولا اطلبه بالتليفون؟ لا اطلبه يا حبيبي. الو؟ ايوه يا فندم. بتاع زوبة مين يا فندم؟ اه ايه الاخبار؟ زوبة وصلت؟ ما وصلتش؟ تبقى عايز ثلاث وجبات صح؟ ايوه صح، بس بسرعه الله يخليك لحسن جعانين. الله مش تاخد العنوان يا ابني. انا جوعت يا بابا. خلاص يا حبيبتي دقايق وهتلاقي الاكل سخن قدامك. قول لي يا بابا، هو نابليون خلف هتلر؟ نابليون؟ أمال مين المدرس اللي قال لك المعلومات دي؟ وهتلر اتجوز واحدة اسمها تفيدة الشغالة؟ أنا؟ أنت تعرفي هتلر نابليون منين يا عميل؟ لازم أمي كده برضو يا عبير، ما بتبلش في بقك فولة؟ أنا بقى هريحكم. هتلر يا حبيبتي ده بيشتغل ساعي جديد عندنا، بس جاي من الصعيد الجواني. بابا اسمه نابليون. هتلر متجوز واحدة اسمها تفيدة. تفيدة عندها أربع عيال وبتشتغل في البيوت، ومع ذلك شايلة كل البيت على كتافها. مش زي أمك. أنت عايز تشبهني بمرات ساية عندك من الصعيد؟ لا اوعي تغلطي في الصعيد. سعد بلدي واهلي، وانا بعتز وليا الشرف ان اكون بالصعيد. وانا بجوعت لا افطار ولا غدا. حاضر يا حبيبتي. زمان التريسيكل عمال يصارع في الشوارع عشان يجيب لك الاكل المهلف. بقول لك ايه يا حبيبي، ليه مرات الساعي دي ما تجيش تشتغل عندنا؟ لانها بتشتغل مع ناس تانية خمس ايام في الاسبوع. تسيبهم؟ ما ينفعش.
لا ينفع، مع اني ما بحبش النوعيه دي من الشغالين. هو السايده من انهي بلد؟ من مينيا. قصدك من المانيا يا بابا؟ هتلر من المانيا، فاهم؟ اتفضل. معقولة؟ معقولة عايزين نروح لها لحد عندها؟ ليه؟ هزلت؟ إذا كان لك عند الكلب حاجة. أنا أقول لشغالتي يا ستي؟ ليه؟ هي فوضى؟ بصراحة بقى يا ليلى أنا مش عارفة الشغالات دي ما بتقعدش عندك ليه؟ فوزي، فوزي بيعاملهم وحش وبيطفشهم. بيطفشهم؟ اسكتي، دول هما اللي بينقطوا. هما عاملين زي الجواز، شر لابد منه. أنا ممكن أستغنى عن فوفو يوم، إنما ما أقدرش أستغنى عنهم ولا ساعة واحدة. يبقى تروحي لها وخلاص. انا اروح لها؟ لا والف لا، هي ازمه فعلا، هي ازمه، والمسؤولين مش حاسين بيها، مهتمين بمشاكل المواصلات والمباني والاسكان وارتفاع الاسعار، انما مش مهتمين بالازمه الكبيره، ازمه الشغالات. معلش بكره ربنا يحلها يا لولا. يا رب. بتسوي ترسيك، ما تتكي كده على الجنب شويه. بدل ما انت قاعد تتريق عليا، حل لي المشكله. اسف يا اختي، انا لو افهم في الموضوع ده والله ما كنت اتاخرت. اتعلم. هو انا يعني كنت اعرف حاجه؟ ما انا متدهوله اهو. ماما في ريحه حاجه بتتحرق. حط حاجه على البوتاجاز. حاطه. يبقى غدا بكره شاط. فلسع التلاتة يا سعادة الكبير، وفاضل اتنين، أول ما تفلسعهم وتدي لهم الطرشة هتيجي عند سعادتك. أنا ماليش دعوة بالفلسعة والنعماعة دي، أنا عندي مأمورية أسبوع، عايز أرجع ألاقي مراتك اتفقت مع الهانم واشتغلت. مفهوم يا سعادة الكبير. قول لي يا هتلر، أنت لسه ما سألتش والدك سماك هتلر ليه؟ بلاش إحراج يا سعادة الكبير. ودي فيها ايه احرام يعني؟ بعدين 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 بعدين. والله العظيم يا هتلر يا ابني نابليون، لو طلعت ست متعبه وما استريحتش معاها لكون قاعده لك في البيت ووشك على واصل. ها يا تفيده، يا تفيده، فوزي بيه ده راجل سكره ومرته سكره اخرى. يا بنت الحلو ما ياخدش غير القلو. مش شرط يا حبيبي. قصدك ايه؟ قصدك تقول انك شبهي؟ يا راجل خلي في عندك نظر، داني من صغري وكل ولاد البلد ناظريني، لكن اقول ايه بقى في جسمتي؟ مالها جسمتك؟ تقصد ايه يا طبيبة؟ ده كل بنات البلد كانوا يتمنوا يتجوزوا هتلر ابن نابليون. اسم الله عليك يا جوزي، كنتش فاكر نفسك فعلا هتلر بتاع الحرب؟ وافرق ايه هتلر بتاع المانيا عن هتلر بتاع المنيا؟ يفرق ايه؟ الراجل ده يا تفيده راجل سفاح، كان يحب الحرب وقاوي القتل. ليه يا تفيده؟ انما انا راجل طيب. هتلر بتاع المنيا راجل طيب، يحب الناس يا تفيده، يحب الناس ويوفق المتخلفين ويصالح المتخاصمين. وانا يا تفيده ما خربتهاش وقعدت على تله زي ما ده السفاح ده خربها وقعد على تليها. وانسي كل اللي قلته لك ده يا تفيده، نيجي من ناحيه الشكل. الراجل ده كان نحيف وقصير، كنت تبصي له كده، انما انا شفت بقى تبصي لك ده طول طول من العين يا تفيده. ايوه صح، انت طويل وهبل وعلى نياتك. صح صح. بقول لك ايه، الست دي لازم تعرف طبعي. بقول لك ايه يا تفيده، اسمعي، انا عندي فكره ما تخرش الميه وهتستريحي لها خالص. فوزي بيه مسافر، انا بقول تروحي للهانم تجربيها يومين وهي تجربك. يا فوزي بيه اتبسط مننا احنا الاثنين وثبتنا، يا رفدنا احنا الاثنين. الو، مين اللي بيتكلم؟ هاني، يا هاني هتلر. هتلر؟ ايوه هتلر، خدامة هتلر يا ست هانم.
مش حضرتك برضو مرات سعادة البيه؟ اسمي الست هانم يا ولد. مو متأسف يا ست هانم، معلش ما تاخدنيش، العيب على مخي. أبويا كان دايما يقول لي مخك قدك ده. ومراتك عقلها كده على قدها برضو؟ قصدك الست هانم بتاعتي؟ ينيلك. حلوة منك برضو ست هانم، بس على فكرة تفيده تتحط على الجرح يطيب. وانت ما طبتش ليه يا تحفة؟ وماله، حلوة منك تحفة دي برضو. عموما الميعاد الساعة 6، الساعة 5 هنكون موجودين. بقول لك ستة، انت ايه ما بتفهمش؟ بفهم يا ست هانم، بس مخي على قدي. مع السلامة. دي حتى لو كانت كويسة زمانها من العشرة معايا بقت عبيطة هي رخمة. انا مش فاهمة فوزي مشغله معاه ازاي؟ ربنا يستر. ايه ده؟ ايه يا تفيده اللي عاملاها في روحك ده؟ جلعت الجلابيه والطرحه اوف يا حليتي شعرك. مش احسن جديه يا ولا يا هتلر؟ احسن ما يقولوا مرات هتلر مبهدله اهو جديه اكيد بقى سنيوره. انت عبد مرات هتلر ده صحيح ولا يا هتلر؟ تعرف تاخدني على الكاشيه ولا؟ اخدك بالبوكس يعني؟ انت شاه يا مغفل. ايه قصدك كاراتيه. يا اهلا وسهلا. يا سبحان الله، انت مراته؟ خدمتك تفيده يا استهان. خدامك هتلر. هو انا سالتك؟ بوفر على حضرتك السؤال استهان. عموما يا تفيده انت شكلك مريح قوي وباين عليك نظيف. ياه نظيف وطيب يا ست هانم، دي زي الفل. ده مطهداني في البيت من نظافتها، انحس وجهها كده على الاخر حاجه تزهق. ممكن تنقطنا بسكتك؟ ممكن يا ست هانم ممكن. قصدك يعني اخرس ما تتكلمش خالص. طب ما قلتيش ليه من الاول يا ست هانم؟ سايبانا لت واعيد وازيد في الكلام ليه؟ وبعدين انا ايه اللي اخششني بين قعده النسوين؟ على رأي المثل اللي بيقول يا داخل بين البصلة وقشرتها ما ينوبك غير صنطها. اخرس ما تتكلمش، انت بتفهمش؟ معلش يا ست هانم، اصل مخي على قدي. هيا تفيد طلباتك ايه؟ ولا حاجة يا ست هانم، اصل الشغالة اللي تحترم شغلها وتريح ستها لازم كمان ستها تحترمها وتقدرها. يا سلام عليكي، اهو ده الكلام الموزون. امال ايه؟ يا سلام يا سلام يا سلام، حلاوتك يا تفيده. امال ايه يا ست هانم؟ ده انا منقيها من وسط الف بنت وزياده في البلد. ايه في بقك؟ مش عايز اسمع صوتك خالص. عموما يا تفيده انا استريحت لك من اول ما شفتك، وان شاء الله انت هتستريحي وتنبسطي عندي قوي. انا حاسه ان ربنا بعت لي هديه. امال ايه يا ست هانم؟ امال ايه؟ تهدي هدية صحيح. اصل انت نمرة عشرة. نمرة عشرة من ساعة ما اتجوزتي؟ ياه. لا نمرة عشرة السنة دي بس. حته بنت انما ايه لقطه
ووشها سمح. جبتيها منين يا لولا؟ من عند محروس؟ لا محروس ايه؟ انا جبتها عن طريق جوزي. اه طيب وجوزك يعرفها كويس؟ لا هو يعرف جوزها. لولا يعني انا بقول يعني يا ريت تاخدي بالك لما تكونش امينه. ليه بقى؟ اصل مش معقول واحده بالمواصفات دي كلها وما يكونش فيها ولا عيب واحد. لا اطمني فيها عيب. فيها عيب؟ طيب ايه هو؟ اولا جوزها عقله خفيف، ثانيا اسمه هتلر نابليون. والله زي ما بقول لك كده، هتلر ابن نابليون. عايز حاجه قبل ما امشي يا استاذ هانم؟ لا متشكره يا تفيد، خدي معاكي الكيس اللي هناك ده في حاجات للولاد وليكي والهتلر كمان. وليه ده كله يا استاذ؟ مش احنا اتفقنا لما انت تبسطيني انا كمان ابسطك، وانا مبسوطه منك. ان شاء الله دايما يا استاذ. مساء الخير يا حبيبتي. مساء النور يا حبيبي، حمد لله على السلامة. وحشتني وحشتني قوي. اللهم صل على النبي، أول مرة أشوف وشك مبرنشخ وبيضحك ومبسوطة قوي. فرحانة فرحانة قوي قوي يا حبيبي. روح قلبي، كل ده عشان رجوعي. طبعا يا حبي، وعشان على إيديك ربنا بعت لي أجمل هدية. هدية؟ هدية إيه دي؟ مرات هتلر. هي جت؟ ايوه جت تاني يوم ما انت سافرت. بس ايه، حاجه زي ما تمنيت طول عمري. يا سبحان الله، انا قلت واحد زي هتلر ده متجوز واحده على شكلته كده. لا ده فرق السما من الارض. بس فوزي عشان خاطري يا حبيبي ابوس ايديك، ما تزعلهاش ولا تيجي جنبها لحسن تغضب زي زوبه. حبيبي ولا كاني شفتها ولا هكلمها ولا تكلمني ولا كاني عرفتها. وانا يا حبيبي هخليها تيجي بعد انت ما تنزل وتمشي قبل انت ما تيجي. يس، وخلي كمان اجازتها يوم الجمعه عشان لا تشوفني ولا اشوفها. كفايه عليا جوزها في الشغل. يبقى بلوى في الشغل وبلوى هنا، ده حتى خبطتين في الراس تفشفشها. تفيله يلا يا تفيد عشان تروحي، الساعة داخلة على 4. لسه يا تهانم ما عملتش الصلاة. معلش أنا هبقى أعملها، يلا. طب حاضر، بس أروح أغير هدومي الأول. غيري بس بسرعة بسرعة. الله، أكلها كويس. شاطرة في كل حاجة. أحسن من زوار 100 مرة. الحمد لله، أخيراً اتقفل في بيتنا ملف الشغالات. لو سمحتي يا أنسة. إيه؟ وحضرتك ساكنة هنا؟ لا، ليه؟ في حاجة؟ لا، أصلي بشوفك طالعة نازلة كتير يعني. أصلي ليا ناس قرايبي هني بزورهم. أنا آسف. لا حول ولا قوة إلا بالله، يخلق من الشبه 40. بح، ما أنت بس بقى يا ولاد، بس بقى وجعت راسي. إيه يا تفيدي؟ إيه يا تفتف؟ مالك؟ سلامة عقلك يا بنت الناس. الأولاد ناموا من بدري. الدنيا بره سكتم بكتم. بجد يا هتلر؟ بجد يا تفيدي. مالك؟ مالك يا حبيبي سرحان في ايه؟ في واحدة ست بشوفها في الطلعة والنازلة على سلالم العمارة. شكلها مش غريب عليا بس مش فاكرها. ست وهي تعرفك؟ تبان من نظراتها ليا كده
بتشبه علي. ما تسألها عن اسمها وتريح نفسك ما دام المسألة دي مهمة عندك. ايه انت عينيك بدأت تزوغ ولا ايه؟ يظهر ان انا لازم افتح لك. اصبر يا استهانم، داني كفتتي ما يعلاش عليها ابدا. لازم نسيخة الجبار ده علشان الكفته ما تسقطش منها. طب خلصيني، المهم عندي الكفته تبقى سخنه ومولعه كمان. ثواني يا استهانم، والكفته هتكون عندك على السفره. ها عرفت تعمل الكفته؟ تتصور يا فوزي، ولا لما يكون ابوها كبابجي. انت مش حرام عليك تجيبيها يوم اجازتها عشان تعمل لك كفته؟ فوزي احنا اتفقنا على ايه؟ مالكش دعوه بالشغاله، الكفته تطلع حلوه تطلع وحشه مش عايزه اي تعليق. اول جفه مطرح ما يسري يمري. مسا الخير يا سعاده البيت. مسا الخير يا تفيده. او يا خبر يا عمش، هو انت؟ هو حضرتك؟ اوعي تنطقي ولا تتكلمي، عرفتك انت توتا. فقش توتا وفقش، ما شاء الله. يا معقولة دي؟ أدار الدنيا صغيرة قوي قوي يا أولاد. قرية أبو جلبان بالمنيا. تمام. شط الترعة وتحت الجمازة. وتسجلني بالطين واروح معيط لبوي. كفيتة بنت سلوسة نعرج. فوزي يا سين الدهان. يا خبر اسود، ايه الحكاية؟ شفت انت؟ تصوري يا لولا البنت دي تطلع بلدياتي، كنا بنلعب مع بعض واحنا سننا 6 سنين. فوزي هاتي السيخ دي وروح على المطبخ. حاسب يا استهانم السيخ سخن. ارمي السيخ على السفرة ادخل المطبخ. حاضر يا استهانم. يا أما حتة صدفة والله. فاكرة يا لولا أما كنت دايما أحب أحكي لك عن طفولتي؟ فاكرة يا عبير أما كنت أحب أحكي لك دايما عن طفولتي؟ طفولتك المفروض إن أنت تنكسف من نفسك وتعمل إنك مش عارفها. فوزي أنا بحذرك إنك تتكلم معاها مرة تانية. حذريني؟ إيه يعني هخاصمها ولا هقطعها؟ فيها ايه يعني لما واحدة طلعت بلدياتي وبتفكرني بطفولتي؟ بطفولتي؟ طفولة ايه دي اللي بتلعبوا في الطين وعلى شط الترع؟ دي طفولة بائسة، طفولة حزينة، طفولة مخزية. المفروض ان انت تمحيها خالص من ذاكرتك، مش تقعد سعيد قوي ومبسوط. الدفعة التانية من السياق. انت يا توتا. حسب يا استاذ احسن سخنة. تفيدة ارمي السياق على السفرة وادخل المطبخ، ولما الكفته تستوي ناديلي وانا اجي اخدها. حاضر يا استهانم. لا حول ولا قوه الا بالله، انا اللي مجنني ازاي البنت دي تقع على هتلر؟ تصور يا لولا زمان واحنا صغيرين كنا نبقى سعداء قوي لو حد بس قبلت ان البنت دي تكلمه. ازاي بختها يقع على هتلر ده؟ مش قالت لك توتا انها مولعة؟ بنتك اموره قوي يا بيه. متشكره. والست ليلى الاخرى تنحط على الجرح الطيب. وانت كمان يا تفيده. تفيده انت ايه اللي عمل فيك كده؟ الزمن يا بيه. بيه؟ بيه يا عبيطه؟ انا ما فيش بيه ولا استاذ ولا اخ فوزي، بلاش التكليف ده. تشكر يا بيه. جوزي الاولاني مات وفات لي عيلين، وكان لازم اتجوز واحد يقبل يشيل همي وهم عيالي. هتلر يعني على قد ما هو خفيف شويه لكن قلبه طيب ومليان حب وحنيه. كل زمايلي في المدرسه عايزين يجوا يشوفوا هتلر. مش بس يا بنت. ولاجل ما يزعلش مني جبت له عيلين تانيين، بقوا 4. وكان لازم اشتغل انا كمان عشان ما يحسش انه بيصرف عليا وعلى عيالي. ايوه بس انت ما كملتيش تعليمك ليه؟ ما انت عارف بوي
كان جديد ومخه ناشف وعايزش البنات تتعلم. لكن قول يا بيه، هما في البلد يعني يعرفوا انك ما شاء الله، يعني ربنا يزيدك من نعيمه انك بقيت يعني مش عارف حاجة عن البلد. أنا قطعت صلتي بالبلد من زمان والحظ ضرب معايا وربنا الحمد لله وفقني. أنت تستاهل كل خير يا بيه. وأنت كمان يا تفيدة. بقول لك إيه، ما تجيب أنشف معاك الأطباق شوية. ما يصحش يا بيه. ليه ما يصحش ليه؟ ست ليلى تزعل مني. ليلى بتحبك قوي. هات يا شيخة. وشو مش كده يا سعاده البيت، الطبق يتمسك كده والفوطه تدور عليه كده لكن ما يوجعش منك. اتعلم يا بابا اتعلم. بنت فاكره تفيده زمان واحنا صغيرين، وقعتيني غرقتيني ما كنتش بعرف اعوم. وقعدت ساعتها اصوت والم اهل البلد كلاتهم عشان ينجدوك. اللي ياميها كان سنك كام؟ أنا 14 وانت 6 كده، بس انت كنت قروبة. خدي بالك. والله يا عيال، ده انت ما كنتش بترضى تمد ايديك في أي حاجة في المطبخ. سبحان الله. القهوة يا سعادة البير. اقعد. مش فاهم. اقعد هنا، اقعد. شفت الصدف يا هتلر؟ تصور انا مراتك تطلع بلدياتي. وماله يا سعادة البير؟ الخلق كله جرايم، كلنا ولاد ادم وحواء. صحيح. بس على فكرة التوتة دي لازم تحطها في عينك. حطها في عينيا؟ قطرة جديدة دي يا بيه؟ قطرة؟ بقول لك توتة، تفيدة، مراتك. كنا زمان احنا صغيرين بندلعها نقول لها يا توتا. يا تقصد تفيده مرتي؟ انا بدلعها دلوقتي اقول لها يا تفتف. تفتف؟ مفيش دلع محترم عن تفتف ده. خد خد شبرق نفسك بيهم يلا. يدوم العز يا بيه. اتفضل يا بيه. الله، هي دي القهوة. والله انت كنت فين من زمان؟ بابو جلبان يا سعادة البيت. فكرتيني بابو جلبان. ابو جلبان. انت ايه اللي جابك بدري؟ شوفي بقى يا سالم، انا في الاول كنت بخدمك بعناية وبقدم واجبي، لكن دلوقتي بقى بيتي بخدم فيه بعناية وبقلبي، ولو عايزاني كمان طول اليوم ما اقدرش اقول لك لا. سلامات سلامات يا بلدية. روحي روحي شوف شغلك. حاضر يا استهان. ايه هتبصيني كده ليه؟ مفيش حاجة. أنا من رأيي تمشيها. دي شايلاني شيل يا وفاء. ده أنا بقول إنها نزلت لي من السما. صحيح، الحلو ما يكملش. طيب أنا عندي فكرة. قولي قولي يا وفاء. أنتِ مش بتقولي إن هو غاوى شغل البيت؟ أيوه، عمالة أتعلم فيه وهو بيستمع لها. أنا هقول لك تعملي إيه. سيبيه يفهم منها كل حاجة. اصل في رجاله كده بيستكبروا يفهموا من ستاتهم، لكن ست تانيه يقبل. تصوري ان تالت مره تعملها. مالكش دعوه، صعبان عليك اشتغل بدلها. يا سلام، وفيها ايه لما ساعدها يعني؟
تفيدك. ايوه يا سهام. سيب المكنسه وتعالي عايزاك. من عينيا يا سهام. يا لهوي يا سي فوزي، انت هتخلص بنفسك. رياضه يا بقى رياضه، ده انا بقعد على المكتب 8 ساعات لما ظهري بيتقطر. ايوه بس يعني ما يصحش. تفيدة تعالي. حاضر يا سهام. اقعدي. ها تفيدة. ايوه يا سهام. احكي لي بقى، انت ليه دلوقتي ما عدتيش بتلبسي جلاليب؟ اصل ما يصحش يعني يا سهام ان سي فوزي يعني يشوفني بالشلبية. طب احكي لي بقى، احكي لي عن حياتك فوزي وحياتك كوباية ليمون. من عيني يا ست اخلص بس السجادة واعملك اللي انت عايزاه من عيني دي ومن عيني دي. اوعى يا حبيبي وانت بتنشر الهدوم حاجة تقع منك. لا ما تخافيش يا اختي، بتعلمتني عشان انشر. امسك ببق المشبك كده اهو، والحته كده اهو، المشبك كده اهو، والحته كده اهو. شاطر يا حبيبي. هيا تفيدة قولي لي بقى نكتة حلوة. كان فيه مرة نملة طلعت على ظهر فيل. الفيل قال لها انزل يا ناملة، ما ناقصش كمان غير الناملة اللي هتطلع على ظهر الفيل. النملة قالت له أني صحيح ناملة وأنت فيل، بس لو جدع بقى تنزلني من على ظهرك. الفيل قعد يضرب ظهره بزلومته، يضربه بزلومته لحد ما عور نفسه، والنملة ما نزلتش. يبقى بقى مين اللي مشى كلامه على التاني؟ النملة. والفيل طلع ايه؟ حمار. صباح الخير يا هير هتلر. صباح الخير يا سي فوزي. خليك اشتغل كمل شغلك زي ما انت. ما قلتليش انا ابوك سماك هتلر ليه؟ دي عايزه قاعده يا سي فوزي. طب ما انت قاعد اهو ما تقول. شوف يا سي فوزي، ابويا كان بيكره هتلر قوي لاجل ما كان عمال يكتب في الناس ويقوم الخلق على بعضيها، فخلفنا انا انزلت ابن 17. قال يا ابوي الواد ده هيطلع مخه خفيف، والله لا سميه هتلر لاجل كل اللي يشوفه يتريق على هتلر. الست ابن حلال أولا، تعرف ان انا حبيتك. وانا كمان يا سي فوزي. تحب تقعد على المكتب؟ يا راجل المكتب ايه ده، الواحد زهق من المكتب ده، حتى هنا القعده مريحه عن المكتب. يا ريت كل الموظفين يخلصوا شغلهم وهم ماشيين. بدل غاوي ماشي يا سي فوزي، ما توصل لغايه البوفيه تجيب لنا 2 شاي و2 ليمون. 2 شاي و2 ليمون. وفي ايه يعني؟ مع كلنا ولاد 9. بس انا ابن 7. لا انت ابن نكتة. تحب تسمع نكتة الفيل والنملة؟ لو جديدة قول، بس لو عجبتك هتقول لي هاي هتلر. ماشي يا عم من دلوقتي. هاي هتلر. هاي هاي فوزي. فوزي؟ لا بقى ده انت زودت ام حمار يا قليل الادب. اوه اهدي، انت بتشتم بجد ولا ايه؟ هشتمك وهزعك واطردك كمان. لا انا كرامتي ما تستحملش اصلا. عنها ما استحملت، ما تورينيش وشك. انت بتطرد هتلر؟ هطردك واطرد. امشي اطلع بره. ايه ما تعيطش بقى، لو شنتها حرب عليك. حرب؟ حرب عليا انا؟ لا هتلر المنياوي هيشن عليك الحرب العالميه الرابعه. هو انت هتضحك فيا ولا ايه يا هتلر؟ هتلر لما يقول كلمه ما يتنهاش واحد، مفيش مروحه هناك، يعني مفيش مروحه هناك. هو ليه ذنبي ايه؟ ده انت عرفت ليه بعد ما سبت كل زمان الكتاب؟ خلاص يا كابتن خلاص، هنروح ابو غلبان نسرح ونقلع الكاب. يا هتلر حرام عليك، دي ست نايله اميره وما
ينصحش نسيبها كده من غير انذار. انا انذرته وقلت له كلمه ولازم اورطه قدام الحلفاء. حلفاء مين؟ اللي بيشددوا له مرته. طب وفلوسي بقى اللي لسه ما خدتهاش؟ تروحي تجيبيهن وتعودي هنا حالا. مفهوم؟ مفهوم مفهوم يا هتلر. خطتك نجحت 100%. بقى يفهم في كل حاجه. مش قلت لك وهتعملي ايه دلوقتي؟ هعمل عملتي بقى. اول ما تفتح لي ست ليلى هستأسف لها وهحب على راسها كمان. وسي فوزي يعني مش هيرفض لي طلب الا لما اقول له يرجع هتلر. يوحى عليك يا سي فوزي كده برضه تعمل عقلك بعقل هتلر. صباح الخير يا استهانم. اهلا يا تفيده. خدي دول يا تفيده، انا كنت محضرهم. ايه دول؟ مرتب الشهر اللي انت اشتغلتيه وشهر كمان من عندي. واني ذنبي ايه يا استهانم؟ تاخديني بذنب هتلر ليه؟ والله ابدا، انا خلاص استغنيت عن الشغلات، ما عدتش محتاجه لهم. طب بس ممكن اعرف ايه اللي زعلك مني؟ انا مش زعلانه منك، ده انا مدياكي شهر مكافأة. بالعكس انت قدمتيلي هدية هتفضل معايا العمر كله، وخلصتيني من الشغالات ومشاكلهم ومواعيدهم. انا متشكرة قوي ليك يا تفيدة. طب بس افهم ايه الموضوع؟ مش مهم تفهمي حاجة، المهم اوعي تنسي تسلميلي على هتلر وتقوليله ان الفيل قدر ينزل النملة من على ظهره. وفهمي كمان انه خسر الحرب العالمية الرابعة. السلام عليكم. مع السلامة يا تفيدة. يلا يا عبير الفطور جاهز. حاضر يا بابا. اما عملت لكم طبق عجة بالبقدونس والبصل نفس طريقة توتة بالملي. الشاي برد. مسخانة روح قلبي، احنا ورانا حاجة. يعني كان لازم تيجي توت عشان تعرفوا تفطرونا يا عالم. بس يا بنت خاصي عيب. انا اذا كنت بساعد امك فبساعدها بمزاجي.